بكم معنا اليوم في ويرجان. ويرجان هي ان بيتي فيلاج تيبيك جا فوسط الجبال في الطريق ما بين مراكش وتارودانت. ويرجان كيبعد على مراكش ب 65 كيلومتر تقريبا في طريق تيزن تاست، وجا على علو 900 متر. ويرجان معروف بمناظره الطبيعيه الجميله، فهو جا وسط جبال الاطلس الكبير والسياحه الجبليه ولات مزدهره فيه. فضل الجو المعتدل خصوصا في الصيف، وفي الربيع الناس ولاو كيجيو يكتشفوه ويديروا دي غوندوني اي دي زيكسكورسيون باش يكتشفوا المنطقه كلها. ويرجان كما قلنا كيتميز بالطبيعه ديالو، الطبيعه الجبليه زائد البناء ديالو، البناء منازل كيحافظ على الطبيعه التقليديه ديالو، زائد سد كيتميز بالسد ديال يعقوب المنصور اللي كيعطي واحد الجماليه واحد رونق بالنسبه للفيلاج. ويرجان مشهوره حتى بلاشاس. لا نعم، امتى تقريبا تتكون لا بيريود اللي ديال لاشاس مفتوحه؟ نعم، كتبدا ابتداء من شهر اكتوبر حتى لفيفري. وبالنسبه للصيد راه كاين الصيد ديال السمك الحوت بالنسبه للسد ديال يعقوب المنصور. الصناعه التقليديه باش الصناعه التقليديه معروفه بالصناعه ديال الزرابي ديالها وبالفخار، بصناعه الفخار. الناس اللي كيزوروا ويرجان كيجيو اساسا باش يتمتعوا بالهدوء ديالو، بجمال الطبيعه ويستنشقوا هواء نقي. الى البعض كيفضل يقضي فيه غير النهار، البعض الاخر كيجي يجلس في وحده من دور الضيافه الموجوده فيه. ما سخيتش نمشي من ويرجان، لكن الرحله ديالنا فيها وصلت لنهايتها. لا بغيتوا تزوروها ما عليكم الا تمشيو على موقعنا www.lemarocogene.com فين غتلقاو كل المعلومات اللي تقدروا تحتاجوا، وحنا غنتلقاو قريب باش نكتشفوا منطقه اخرى في المغرب اللي كنبغي.